السلام عليكم توجد عده اسباب حيويه كيميائيه ترجع اليها ظاهره نوم الرجل مباشره بعد ممارسه العلاقه الحميمه اظهرت دراسات اجريت باستخدام التصوير المقطعي انه كي يتمكن الشخص من الوصول للنشوه الجنسيه يجب عليه ان يتخلى عن الشعور بالخوف والقلق فالقيام بذلك يؤدي الى الشعور بالاسترخاء تعد المكونات الكيميائيه التي يخرجها الرجل اثناء الجماع وعند القصف من اهم اسباب شعور الرجل بالنعاس ثم النوم مباشره والتي منها واحد هرمون السيرتونين هرمون الاكسيتوسين هرمون الفاسوبريسين، هرمون البرولاكتين. فهذه المكونات مرتبطة بالشعور بالنوم. في النهاية، نوم الرجل سريعا قبل المرأة لا يعني أنه لا يحب زوجته أو أنه لم يستمتع بالعلاقة الجنسية، بل هو شيء طبيعي في تركيبته. على كلٍ، لا تشغل نفسك بهذه الأمور الصغيرة كان معكم مقدم الفيديو دكتور أحمد أشرف وإلى اللقاء